هو بكره باين ولا امبارح؟ امبارح. بتاخدوا بس المحاضره دي وما عندكوش اي حاجه ثانيه؟ دي بس الدكتور عبد الناصر خلاص. طيب احنا عايزين ناخد الغياب عشان الدكتور امير عاوزاه. يا سلام سلام عليك والله جت لك دي على هتبقى اوزع بول يعني. طيب يا جماعه هي اكيد عايزاه الغرض يعني مش لمصلحتكم مش قصدي يعني هضركم اقصد يعني ان موضوع الغياب ممكن تاخد بيه اجراء اللي هو عارف لما يخش الامتحان لو غاب 25% من المحاضرات كده عارفين الموضوع ده؟ نسجل يعني ولا مش كنت حضرتك متضايق من الموضوع؟ مش موضوع متضايق انا كنت استأذنك. اول مره انا معرفش انا لسه داخل في الادمن جديد اصلا. اول مره هتسجل قبل كده؟ لا طيب هنكمل ده اللي متغيرين يا شباب هنكمل على ايه؟ هنا بكمل على الخط صح كده؟ على الفتره من ايه؟ من A ل B وهنا هنكمل على ايه يا شباب؟ على اريا الريجن بتاعتي عباره عن اريا الاريا دي وليكن هوصفها منطقه في الاكس والواي وليكن بالشكل ده كنت بقسم بقى ايه الاريا دي مجموعه من الشرايح يا اما ايه راسيه يا اما ايه يا شباب يا اما افقيه وليكن مثلا هشتغل على شريحه راسيه فديت ايه هحطها ازاي بي واي واي دي واي دي اكس انت ايه يبقى دي واي دي اكس وكان لازم الواي ها الواي يبقى ما بين ايه كيرفين الكيرفين دول اوصفهم ازاي لازم يكون دوالب ايه دوالب اكس يعني لو هنا اوصف الواي يبقى لازم يكون داله في المتغير اللي ايه اللي قبله في المتغير اللي قبله يعني هنا واي هتبقى ما بين لما اعمل شريحه كده يبقى المنحنى اللي تحت المنحنى اللي ايه اللي فوق المنحنى اللي تحت كان مثلا هيبقى اسمه واي هتساوي اف 1 اوف اكس والمنحنى اللي فوق اسمه ايه يا شباب؟ اف 2 اوف اكس ويبقى الواي هنا محصور عامل ايه؟ اف 1 اوف اكس واف 2 اوف اكس وكنت بجري التكامل ازاي؟ بكامل التكامل اللي جوه بالنسبه للواي باعتبار الاكس ثابت صح؟ وبعد ما اخلص التكامل هيطلع لي داله في ايه؟ في الاكس صح؟ هيطلع لي داله في الاكس ده الاكس هنا حدوده واجيبها ازاي؟ ايه؟ ثوابت بس ازاي؟ اعرفها كامل. اللي هي البروجيكشن بتاع المنطقه على محور ايه؟ على محور اكس او حدود المنطقه على محور اكس او البروجيكشن بتاع المنطقه اللي هي اللي انا بكمل عليها على محور اكس من A ل B. طب بعد ما اعمل التكامل اللي جوه ده، التكامل الثنائي هيتحول لايه؟
التكامل وهادي اللي احنا عارفينه وبكمله وبطلع ايه؟ وبطلع التكامل صح؟ ده اللي احنا خدناه. طب ايه الجديد النهارده؟ زمان حاولت التكامل الثنائي تكامل احادي احول التكامل التريبل لتكامل ثنائي وبعد كده الثنائي يتحول ايه؟ لاحادي. طيب التريبل بقى بعمل ايه؟ التريبل طلع بس قلم اسود لان اللي طلعته طلع ازرق خالص. طيب ده التكامل ده
كنت بعمل ايه؟ فاكرين ان انا كنت بعمل ايه؟ كنت بكامل بالنسبه للواي واجيب ازاي حدود الاكس؟ اعمل اسقاط للاريا على محور اكس. هنا هعمل ايه برضو؟ اسقاط لايه بقى؟ اسقاط للاي على ايه؟ على الاكس واي بلين بالظبط كده. يبقى هنا هكامل على الدي والدي دي تبقى ايه يا شباب؟ هتبقى البروجيكشن على الحجم للحجم اللي انا فوليوم اي على ايه بقى؟ على ايه؟ على الاكس واي بلين. ماشي كده يا شباب؟ تمام؟ طيب ممكن ابدا بالدي اكس؟ ممكن ابدا بالدي واي؟ طيب ايه الفرق ما بينهم؟ كل واحده بقى لها اسم، اسمها ايه؟ لو بدات بالدلتا زد اسمها الزد سيمبل ريجون، الزد سيمبل ريجون. ولو بدات بالدلتا اكس يبقى اسمها ايه؟ الاكس سيمبل ريجون. ولو بدات بالدلتا واي يبقى اسمها ايه؟ الواي سيمبل ريجون. يبقى ده اول نوع هنا شباب اسمه ايه؟ اسمه الزد سيمبل ريجون. الزد سيمبل ريجون هتخيل ان شاء الله ده ال 3 دايمنشن بتاعي، ده اكس وده واي وده زد. هتخيل الحجم ايه ده اهو، ايه ده اهو اللي انا هكمل عليه عباره عن مبسم سوليد محصور بين سطحين دهم. ماشي كده؟ ده بالشكل ده. السطح ده هقسمه ازاي بقى؟ طالما دلتا زد هقسمه شرايح، توازي محور زد. الشريحه هيبقى شكلها ايه؟ كده بالشكل ده. ماشي كده يا شباب؟ الشريحه دي ايه؟ دي شريحه حجم. بقسم الحجم كله لاجمعهم الشرايح وبعد كده اجمعها مع بعضها. تمام كده؟ طب لما اجي اوصف بقى المنطقه دي، ده الاي، ده الاي اللي انا بقى ايه؟ ده الاي اللي انا بكامل عليه. لما اوصف المنطقه دي هيبقى ايه؟ الزد محصور ما بين ايه؟ السطح اللي تحت والسطح اللي فوق. السطح اللي تحت لازم يكون ايه؟ داله في الاكس والواي، والسطح اللي فوق داله ثانيه برده في الاكس والواي. طيب الدي، الدي هيبقى ايه هنا يا شباب؟ البروجيكشن بتاع ايه؟ بتاع المنطقه اللي هي لو بصيت عليها من فوق اشوف شكلها ايه في الاكس وفي الواي. طب بعد كده لما كامل اللي جوه ده هيتحول التكامل لايه؟ هيتحول ايه؟ هكمل الجو ده بالنسبه للزد لو الداله يعني سهله ان هي تتكامل، واشيل كل زد واحط الداله اللي فوق ونص الداله اللي تحت، فيصبح الداله في كام متغير؟ متغيرين. وهو كامل على المنطقه دي فيتحول ده لايه؟ لتكامل ثنائي. ماشي كده يا شباب؟ طيب دي اول نوع الزد سيمبل ريجون. ده في عندي حاجه اسمها ايه؟ الاكس سيمبل ريجون. الاكس سيمبل ريجون لو عندي ده ده محور اكس يا شباب، عندي هنا الحجم اللي انا هكمل عليه هيبقى بالشكل ده. ده الاي ايا كان شكله، يعني بعمل شكل بس راندم كده. هيبقى التكامل ده شكله ايه؟ هيبقى التكامل ده شكله ايه؟ طالما اكس سنتر ريجن يبقى هقسمه ازاي يا شباب؟ هقسمه هعمل مجموعة من الشرايح، هي دي الشريحة بس الشريحة دي توازي ايه؟ محور ايه؟ محور اكس. ماشي كده؟ يبقى التكامل ده هيبقى شكله ايه بقى؟ حد يبقى عارف؟ أول حاجة دي بي هيبقى ايه؟ دي بي هيبقى ايه؟ دي اكس بالدلتا، بالدلتا ايه؟ والدلتا ايه دي عباره عن ايه؟ دي واي دي زد بالظبط كده. طب لازم الريجن اي لازم اوصفها ازاي؟ او الحجم ايه لازم اوصفه ازاي؟ لازم الاكس يبقى ما بين ايه؟ الاكس ما بين ايه شباب؟ ما بين دالتين، دالتين دول دالتين في ايه؟ واي في ايه؟ واي وزد بالظبط كده. الداله الاولانيه فيها مشكله لو سميتها برضه اف واحد ولا عشان ماشي واحد؟ اي حاجه؟ ماشي. ما بين جي واحد وجي واحد دي داله المتغيرين التانيين واي وزد، وهنا واي وزد ما بين سطحين، بس السطحين دول ايه يا شباب؟ دوالب الواي وزد. طيب يبقى الاي لو سميت ده اي، الاي بتساوي ايه؟ اكتبه ازاي؟ يبقى الاي بتساوي التكامل للـ
الداله اف اوف اكس واي وزد هكملها دي اكس دلتا ايه ودلتا ايه دي طبعا عباره عن ايه بقى؟ عادي اللي هي دي واي دي زد دي زد دي واي او ار دي ار دي سي تمام كده؟ مش هيفرق معايا اسامي المحاور يعني اهم حاجه ان انا بكمل في الجيلين صح؟ في مستوى المستوى ده اسمه اكس واي اسمه اكس زد اسمه واي زد ما تفرقش معايا تمام كده؟ طيب هنا بقى الاكس حدودها ايه يا شباب؟ الاكس ما بين السطح اللي هو جي واحد واي وزد وهنا ايه؟ السطح الثاني اللي هو جي اثنين واي وايه؟ وزد وهنا هنكمل على المنطقه اسمها دي ودي هو ايه بقى؟ البروجيكشن بتاع ايه؟ بتاع الاي الحجم اللي انا بكمل عليه اهو على ايه بقى؟ على الواي زد بلين الواي زد بلين يا جماعه ثالث طريقه او ثالث شكل الشريحه هو ايه بالظبط كده اللي هي اسمها الواي سيمبل ريجون لو ده محور المحاور بتاعتي اكس واي وزد للاسف الاسود خلصان ده محور واي ده محور زد هيبقى الشكل عباره عن ايه يا جماعه؟ هيبقى الشكل الحجم اللي انا هكمل عليه هيبقى بالشكل ده والشريحه بقى تبقى شريحه توازي محور واي الشريحه ده اللي هي عباره عن عينه من الحجم يعني هتوازي محور واي بالشكل ده يعني هقسم ده ايه؟ لمجموعه من الحجوم الصغيره كلها بتوازي ايه؟ محور واي ماسكه نفس ايه؟ السطحين ماسكه نفس السطحين لو عملت كده مسح للحجم هتلاقي ماسكه نفس السطحين لو السطحين دول لازم اوصفهم بايه؟ ان الواي تبقى ايه؟ ما بين السطحين السطحين لازم يكون الواي ده اللي ايه يا شباب؟ ده اللي في الاكس والزد وليكن مثلا يو اكس وزد يو واحد والثانيه يو اكس يو اثنين اكس وزد يبقى التكامل ده عباره عن ايه؟ الاي ده هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن تكامل الدالة اف اوف اكس وواي وزد كاملها بالنسبة لايه يا شباب؟ دي واي في الدلتا ايه والدلتا ايه بقى برتبها انا براحتي بعد ما اعمل بروجيكشن حدود واي هنا من فين لفين؟ واي من السطح الاول اللي هو اكس وزد السطح الثاني وهنا الدي يبقى الدي عباره عن ايه بقى يا شباب؟ البروجيكشن بتاع ايه؟ اكس وزد الحل على الايه بقى؟ اكس اكس زد ليه بقول لك الثلاثه؟ لان احيانا الداله اللي هو بيديها لك احيانا ينفع اكملها بالنسبه للمتغير وما ينفعش اكملها بالنسبه لايه؟ للباقيين فلازم ايه؟ فلازم اختار هل هنشتغل زد سيمبل ريجن ولا اكس ولا واي مفهوم كده يا شباب؟ مفهوم؟ طيب طبعا لما كامل بالنسبه للزد بعتبر ايه؟ هنا مثلا لما كامل بالنسبه للزد بعتبر الاكس والواي ايه؟ سواء الاكس والواي بعتبرهم سواء. ناخد كده مساله ممكن تقولوا لي بقى هنشتغل انهي ايه؟ انهي نوع من السامبلز؟ بيقول لي بلوين زائد انتجرال مديني التكامل الثلاثي وبيقول لي احسب التكامل ده واصف لي الحجم اللي انا بكامل عليه. هكتب لكم مثلا هدرس كوره بص بيقول لي ايفالويت باوندد باي
مستوى البلين المعادلة واي تساوي 4. عايز احسب التكامل ده يا شباب. الداله اللي انا بعملها عباره عن جذر اكس تربيع زائد زد تربيع. عايز اعملها على الحجم. الحجم ده هو ايه؟ هو السوليد. يعني حجمه مصمت يا جماعه، مش قاضي. باوند باي بقى ايه بقى؟ ده عباره عن ايه؟ بقى خدته ده مع الدكتور رضا، ولا كان مين بيجيكوا تحليليه؟ دكتور رضا صح؟ ده زي البارابولا بس مجسم في 3 دايمنشن، عامل زي عارفين ايه؟ مخروط مثلا، مخروط شبه المخروط بس الحته المدببه دي. دي بقى دي محورها زد ولا باي ولا اكس؟ واي. يعرفها ازاي؟ ده مترفع وده من غير تربيع زي البرابولا العادي. يعني من غير تربيع يبقى ده محوره ايه؟ محوره محور واي. يعني لما اجي ارسمه لما ارسم ده، لو ده محور اكس وده محور واي وده محور زد، يا شباب هرسمه ازاي؟ زي البرابولا حوالين ايه؟ حوالين محور واي بالشكل ده. طب المقطع بتاعه دوائر. دوائر. ايه اللي عرفك ان معامل اكس تربيع معمول تربيع ايه؟ زي بعض. لو الاثنين اختلفوا يبقى المقطع بتاعه اليبس، صح كده؟ تمام. يبقى ده شكله، تخيلته؟ تمام. طيب البلين واي تساوي 4. البلين واي تساوي 4 ده ايه؟ ده بلين بيوازي الاكس زد بلين. يعني لما ارسمه كده مش كده؟ وبيقع هنا عند الواي عند فين؟ عند الاربعه، صح؟ طب الاثنين بقى بيحصلوا حجم شكله ايه؟ طبعا دوت كده يعني ما وقفتوش لحد هنا، المفروض يبقى ايه؟ ماشي لحد ما لا نهايه، صح؟ لما احط بقى قدامه ايه؟ قدامه المستوى ده هيعمل ايه؟ هيقطع، صح؟ هيحصلوا ما بينهم الاثنين ايه؟ الاثنين حجم، يبقى هيقف لحد هنا، هنا اللي هو ايه؟ اللي هو الواي بكام؟ الواي باربعه. ده شكله، ده الحجم يا جماعه، ده مصمت بقى من جوه كاننا ملناه ايه؟ خرسانه او اي حاجه. متخيلين؟ ده الحجم، تمام كده؟ طيب اعمل ايه بقى؟ كنت بفكر ازاي؟ ان انا لازم اختار ايه؟ الشريحه توازي محور زد ولا واي ولا اكس؟ هنعمل ايه بقى؟ اولا بص كده للداله اللي هو بيقول لك كاملها. الداله دي ينفع تعملها بالنسبه لاكس؟ لا، صح؟ تبقى رخمه. بالنسبه للزد نفس الكلام بالظبط، صح كده؟ طيب لو بالنسبه للزد بنفرض يعني ان احنا نعرف نكملها بالنسبه للزد، كان الشريحه تبقى كده، صح؟ الشريحه دي يعني ايه؟ تخيل هي الكوبايه بتاع الشاي او مستكيل الورق دي وعملت فيها شريحه كده، ايه اللي تحت وايه اللي فوق؟ مستويين. ايه المستوى اللي تحت وايه المستوى اللي فوق؟ ده وده، صح؟ ده اللي هو ايه؟ اوصفه ازاي؟ لازم يبقى الزد داله في ايه؟ في الاكس والواي. هجيبها من هنا. اللي فوق هي الزد الموجبه، من تحت هي ايه؟ الزد السالبه. يعني الزد هنا بكام؟ اللي فوق ده هيبقى موجب جذر واي ناقص اكس تربيع، واللي تحت سالب يبقى سالب جذر واي ناقص اكس تربيع. طيب افرض ان انا عملت ايه؟ قسمت الكوبايه الفاضيه دي، قسمتها مجموعه من الشرايح توازي ايه؟ توازي محور اكس. هحاول اخليها توازي شويه، يعني تخيل ان هي موازيه الكوبايه هي، وهعمل شريحه تبقى كده. هقسم الحجم ده لمجموعه من الشرايح توازي محور اكس. هتبقى ازاي بقى وصفها؟ ما بين ايه وايه؟ اللي يدور على الزد ده هيبقى على ايه؟ على اكس. ما بين اكس الموجبه اللي هي قدام ده، هي اكس الموجبه اللي قدام والثانيه ورا. اكس السالب. طب اكس الموجبه بكام؟ جذر واي ناقص زد تربيع، واكس السالبه سالب سالب جذر واي ناقص زد تربيع، صح كده؟ تمام؟ يبقى ده وصف ايه؟ وصف السطحين اللي احنا ايه هنمشي ما بينهم. برضه السطحين القيسين، صح؟ لو انا مشيت في الاكس او الزد معادلتهم رخمه، صح كده؟ طيب لو عملت بقى في الواي، قسمت الحجم ده اهو ما
ممنوع من الشرايح. جوازي محور واي اللي هي هشتغل على الواي سيمبل يعني. هعمل ايه بقى؟ محور واي مود. هيبقى الواي محصور ما بين ايه وايه يا شباب؟ الواي ده ها والواي دي صح؟ ايه الواي؟ ده السطح ان وده السطح اوت صح؟ السطح ان ده عباره عن ايه؟ اللي هو الواي بتاع الكره اللي هو معادلته ايه؟ واي بتساوي اكس تربيع زائد زد تربيع تمام؟ طب الواي الاوت دي؟ الواي بتاع ايه؟ البلين اللي هي واي بكام؟ واي باربعه. يبقى انا هشتغل ايه يا شباب؟ هشتغل واي سيمبل ريجن. الواي سيمبل ريجن لازم اوصفها ازاي؟ حد عارف؟ احنا هنشتغل واي سيمبل ريجن. دي الشريحه اللي احنا هنشتغل عليها. الواي ما بين كام وكام بقى؟ الواي ما بين كام وكام؟ ما بين سطحين، السطحين دول لازم يكونوا دوال بالاكس والزد. اللي هي بقى؟ واي اللي هي اكس تربيع زائد زد تربيع، والثانيه 4 بالظبط كده. مفهوم؟ يبقى التكامل ده شكله ايه؟ التكامل ده هيبقى شكله ايه يا شباب؟ تكامل جذر اكس تربيع زائد زد تربيع. ولاحظ كمان ان الداله دي سهله ان هي تتكامل بالنسبه للواي صح؟ لان انا هعملها معامله ايه؟ السالب. يبقى ده دلتا واي وهنا دلتا ايه؟ وبقى اشوف بقى الايه؟ طب الواي هنا قلنا فين لفين؟ فين واي صغيره وواي كبيره؟ ده واي ان وده واي اب. واي الصغيره بكام؟ اللي هي اكس تربيع زائد زد تربيع. وهنا واي بتساوي 4 وهنا الدي بقى هي ايه؟ هاجي هنا ايه اعمل اثبات ان ده على ايه؟ على اكس زد بلين. يديني دايره دي شكلها ايه؟ اللي هي الدايره دي صح؟ اللي هي مركزها نقطه الاصل نص قطرها 2 نص قطرها 2 اللي هي ايه؟ اللي هي التقاطع. احط الواي بس احط الواي بكام يا شباب؟ ب 4 يديك اكس تربيع زائد زد تربيع ب 4. دي دايره مركزها ايه؟ نقطه الاصل نص قطرها كام؟ 2 نص قطرها 2. يبقى البروجيكشن هيبقى عباره عن ايه؟ ده اكس وده ايه؟ مش واي بقى ده ايه؟ زد. واعمل هي دي ايه يا شباب؟ هي دي المنطقه هي دي الدي اللي انا هكمل عليها. يبقى التكامل ده حلو بقى. التكامل الثنائي يبقى شكله ايه؟ حد عارف؟ تكامل على الدي هكمل المنطقه دي عباره عن ايه؟ جاز اللي هي اكس تربيع زائد زد تربيع اللي هي يا شباب؟ معلش واي. والواي حطيناها من كام لكام؟ من اكس تربيع زائد زد تربيع الواي بتساوي 4 وهنا دلتا. يبقى يديني ايه بقى؟ تكامل على الدي تعود من فوق. يبقى ده جذر اكس تربيع زائد زد تربيع تعود من فوق 4 ناقص تعود من تحت اكس تربيع زائد زد تربيع. دي ايه؟ بعد كده بقى اعتبرها ايه؟ مسألة تو دايمنشن. طيب تعالى مع المسألة دي ازاي بقى؟ احسن حاجة هي البولر. ايه السبب اللي انتوا بتعملوا ده؟ الدالة اللي انا بكملها فيها ايه؟ فيها اكس تربيع زائد زد تربيع، وكمان المنطقة اللي انا بكمل عليها عبارة عن ايه؟ عبارة عن دايرة. يبقى اسهل حاجة هي ايه؟ اسهل حاجة هو البولر. طب البولر اعوض ازاي يا شباب؟ تعويض على كل اكس اشيل اكتر منها ار زائد سي وكل زد ار زائد سي. ولما يقابلني اكس تربيع زائد زد تربيع ار تربيع. وعندك كمان ايه؟ دلتا ايه؟ حطها ايه؟ ار دي ار دي سي. طيب التكامل ده حدوده ايه بقى يا شباب؟ يبقى اول حاجه التكامل الداله اللي جوه بتتغير ازاي؟ جذر اكس تربيع زائد ار زائد زد تربيع ده عباره عن ار في 4 ناقص ار تربيع دلتا ايه؟ ار دي ار دي سي. حدود الار بقى طالما دايره مركزها نقطه الاصل
كله سؤال صح؟ الار من كام لكام؟ من صفر اتنين السيتا يا شباب من صفر اتنين بار. في اي مشكله في التكامل ده؟ تعرف تعمله معاك؟ ماشي هيطلع معاك كل التكامل ب 128 على 15 بار. يطلع 128 عارف تكملوه يعني؟ هيبقى ده ار تربيع يبقى 4 ار تربيع ناقص ار اس 4 هتكملها بالنسبه للار يبقى تزود اس 1 بتسعى اس 2 وتعوض بال 2 وتعوض بالصفر هيديك صفر. في تكامل التلتا سيتا هيبقى 2 بار بس كده. مفهوم؟ مفهوم يا جماعه؟ في هنا حاجات كتير بتجبرني ان انا لازم اختار ايه؟ اختار الواي سمبل ريجن. ايه هي يا شباب؟ اول حاجه سهوله وصف المنطقه، وتاني حاجه الداله دي ما بتتكملش بالنسبه لايه؟ بالنسبه يبقى تكملها صعب بالنسبه للاكس والزد، تكملها سهل جدا بالنسبه للواي. نشوف كده مساله ثانيه. بالظبط لو حطينا واي وزد بصفر
الاكس بواحد. يعني اكس بواحد هنا بيقع فين؟ النقطه دي كام؟ واحد وزيرو وزيرو. نفس الكلام هنا بيقع فين؟ زيرو وواحد وزيرو. وهنا زيرو وزيرو وواحد. نوصل ما بينهم. ده بس حد بقى متخيل نرسم ازاي؟ يعني ده كده وتحته ايه؟ وتحته مش فراغ، تحته بقى ايه؟ سوليد ملان، كاننا ملانها خرسانه او اي حاجه. هو ده الايه اللي انا عايز اكمل عليه. تمام؟ طيب هنعمل ايه بقى يا شباب؟ اولا قلنا ايه؟ ده اللي ما فيهاش مشكله، فممكن نختار اي ايه؟ اي ريجن اللي احنا خدناها. انا انهي احسن؟ انهي واحده احسن؟ عادي كلهم ينفع، كلهم ينفع، كلهم شبه بعض. وليكن هنشتغل مثلا الزد سيمبل ريجن بالشكل ده. طالما زد يبقى لازم الزد ما بين سطحين. السطح اللي تحت هو ايه؟ اللي هو الاكس، الاكس واي بلين صح؟ السطح اللي تحت هو الاكس واي بلين، والسقف ده واحد مع بلين اللي هو مايل ده صح يا شباب؟ لو حطينا ده ده هنا، يعني تخيلوا مثلا دول كده، وانا جبت ايه؟ بلين مايل كده. لو قسمنا بقى ايه الحجم اللي تحت ده الشرايح، الشريحة دي الارض بتاعتها ايه؟ اللي هو الارض صح؟ اللي هو الاكس واي بلين، والسقف بتاعها هو البلين المايل. ماشي كده يا شباب؟ طب لو العكس بقى، عملت شريحة توازي ناحية اكس، هيبقى برضو ايه؟ الحيطة دي وبرضو البلين، هتخرج من البلين المايل ده صح؟ لو العكس هنا بقى كده برضو نفس الكلام، هيبقى ايه؟ الشريحة دي لقيتها ايه؟ هي الحيطة دي واخرها برضو ايه؟ السطح المايل. تخيل لو فينا سطح مايل كده وعايز اعمل شعاع، شعاع ايه؟ يجي من هنا يوازي الخط ده، هيوازي الخط ده، هيضرب فين؟ هنا ويخرج منين؟ من البلين المايل صح؟ صح ولا ايه؟ طب لو عايزه كده شعاع هيضرب منين؟ من الحيطه دي ويخرج برضو منين؟ مستوى المايل. طيب لو كده برضو ايه؟ من الارض ويخرج برضو من مستوى المايل. ماشي يا شباب؟ ثلاثه زي بعض تمام كده؟ طيب هنا بقى اوصفها ازاي؟ يبقى لازم التكامل ده اوصفه ازاي يا شباب؟ تكامل الزد هيبقى ايه بقى؟ الزد دي ايه؟ طيب الزد حول الزد ده بين كام وكام؟ زد بصفر اللي هو الاكس واي بلين، والزد بتاع المستوى المائي، الزد بتاع المستوى ايه اللي هو ده؟ واحد لازم يكون دالك الاكس والواي، واحد ناقص اكس ناقص ناقص الواي، وهنا ايه؟ دي. طب الدي يا شباب هو ايه؟ البروجيكشن بتاع المنطقه دي المستوى المايل اهو، لو بصيت عليه من فوق هيديك ايه؟ المثلث ده صح؟ المثلث ده، المثلث ده دي، ده محور اكس، ده محور واي، المثلث ده قول لي ايه على الاكس؟ هنا واحد وهنا صفر واحد. ايه دي المنطقه دي؟ ماشي كده يا جماعه؟ تمام؟ طب المكان ده يبقى ايه؟ هيديني ايه؟ هيديني لما تتكامل على دي هيديني ست ارباع على الاثنين، لما اعوض من اللي فوق هيديني ايه؟ واحد ناقص اكس ناقص واي في نص كل ترتيب ست ارباع على الاثنين، تعوض من اللي فوق اهو ناقص تعوض الصفر وفين ده؟ دلتا اكس. طيب مش كده دي؟ ها؟ ده بعد كده اعمل ايه بقى؟ الدلتا يعمل ايه؟ حط ده معدته ليه معلش؟ حط هنا ايه؟ زد في الصفر، حط هنا زد في الصفر، يديك المعادلة على طول اللي هو ايه؟ ان اكس زائد واي هتساوي ايه؟ هتساوي اعمل شريحة بقى ايه؟ لا اما افقية لا اما رأسية، طالما مش شغالين على دايرة يبقى خليك في ايه؟ الكارتيزيان العادي. تعمل شريحة قد ايه بقى؟ وليكن كده رأسية، يبقى دي ايه؟ هيبقى عبارة عن ايه يا شباب؟ دي واي دي اكس. طب خد الواي، الواي اللي تحت بزيرو، طب الواي اللي فوق واحد ناقص اكس. طب حدود الاسفل دي اكس، حدود الاكس اعمل
البروجكشن هيبقى من كام لكام؟ من الصفر لواحد. فأي مشكلة؟ طب أكمل دي ازاي بالنسبة للواي؟ ده ثابت وده ثابت، يبقى عبارة عن ثابت ناقص واي كل تربيع. يبقى لو ضربت في السالب بره وجوه يبقى دالة مضروبة في تقاطرها وارفعها لأس 2، أزودها لأس 1 وأسمع لأس جديد، يبقى أس 3 على 3 وأعوض بقى إيه؟ واي بواحد ناقص إكس ناقص التعويض واي بالصفر. هطلع دالة في الإكس وبعد كده أكملها بالنسبة لإكس وأعوض إكس بصفر وإكس بكام؟ اكس بواحد ناقص اكس بصفر يطلع في الاخر التكامل ده بواحد على 24. ازاي نقطة التكامل ما بتزايدش من الاول؟ يعني ايه ما بتزايدش؟ عشان ممكن اعمل اشعار مثلا على الجزء الموجب من اكس. انت الاول هتختار الشريحه بتاعتك ازاي؟ دي؟ مثلا لو اخترت الشعار ده مثلا هو الجزء الموجب من اكس مثلا، مش دي ممكن معناها ان هو اتغير؟ بمشي على الاكس صح؟ على مكوار اكس مسافة وبعدين
على موازي المحور واي مسافه واديها اقف على ايه على محور الزد يبقى دي المسافه دي اكس ودي هي الواي اللي بتاع ده هو الزد كاتب دي النقطه اللي هي اكس واي وزد. طيب لو عندي بقى عايز اعرف عايز احول من كارتيزيان اكس واي وزد للسنتريكال كوردينيتس اللي هي ار وثيتا وزد. فين الار بقى؟ فين الار شباب؟ شايفين بالظبط كده هي دي الار هي دي الار والثيتا اللي هي الزاويه اللي بعملها الار ده مع ايه؟ مع المحور اكس والزد طبعا هو الارتفاع عن ايه؟ الارتفاع عن الاكس واي كوردينيتس. طيب الار حدودها ايه يا شباب؟ الار حدودها من صفر لايه؟ لماذا في نهايه؟ والثيتا لا اما من صفر لاتنين باي او اقدر اوصفها برده من كام لكام؟ سالب باي لباي والزد قلنا الزد هو الزد اللي هو الزد ده هو الايه؟ الباي عن الاكس واي ليه. لو عندك الاكس والواي والزد وعايز تحولها للار والثيتا والزد تحولها ازاي؟ الار هي ايه؟ الاكس هي ايه؟ ار وساين سي اللي احنا خدناها والواي ار ساين سي الزد هي الزد ماشي كده؟ تمام؟ تمام كده يا شباب؟ في اي مشكله في ده؟ طيب هتعامل بقى مع التكامل ازاي؟ هتعامل مع التكامل ازاي؟ التكامل عندي التكامل على فوليوم مدلة في الاكس والواي والزد دي في. اول حاجه لازم اعرفها الدي في. دي في اللي بتبقى شكلها ايه؟ دي في بتبقى شكلها ايه؟ هي دي في في الكارتيزيان اكس دي اكس دي واي دي زد. وكمان ممكن اقعد ابدل ما بينهم. طب هنا هشتغل ازاي؟ احسن حاجه طالما هي الزد هي الزد ابدا بالزد دي زد في الدلتا كام يا شباب؟ في الدلتا ايه؟ طب طالما هو بولر ار وثيتا يبقى الدلتا ايه تبقى ايه؟ ار بالظبط ار دي ار دي ثيتا هو ده الدي في. انا لما كان كامل وعايز احول للسنتريكال اعمل ايه؟ اشيل اكس احط مكانها ار كوزاين ثيتا واشيل واي احط مكانها ار ساين سي والزد اسيبها زي ما هي زد. طب الدي في هتبقى ايه يا شباب؟ ار دي زد دي ار دي سي بالشكل ده. طب واضح بقى ان انا هقسم الحجم ازاي؟ طالما بدات بدي زد هقسمه ازاي؟ شرايح شريحه كوازي محور زد يبقى انا هشتغل دايما ايه؟ زد انا سمبل ريجون. طب الزد سمبل ريجون لازم اوصف الزد بايه يا شباب؟ بالار والسي بالظبط كده. لازم اوصف الزد بالتكامل ده لازم الاف اكس اشيل احط مكانها كام؟ اي اكس اشيل احط مكانها ار ساين سي واي واي اشيل احط مكانها ار ساين ثيتا واسيب الزد زي ما هي وده عباره عن ار زد لار ثيتا. بعد كده بعمل ايه يا حلوين؟ الزد لازم تكون ايه؟ ما بين سطحين، السطحين دول عباره عن ايه؟ دوالف ايه؟ الار والسي. وكمل هنا على ايه؟ على المنطقه دي والدي هي البروجيكشن وطبعا الدي لازم اشتغل ايه؟ لا اشتغل بولر، اشتغل في البولر كوردينيتس واشوف بقى حدود الار بكام وحدود السي ده بكام. فايه المشكله ده؟ اظن الموضوع سهل جدا. طيب عايزه اقول لكم ايه كمان؟ هي لما يكون مثلا مديك نقطة واحد واثنين وثلاثة، النقطة دي كانت عبارة عن تقاطع ايه؟ ثلاث حاجات مع بعض. لو انا شغلة كارتيزية اكس بواحد واي باثنين زد بثلاثة، ده عبارة عن ايه؟ تقاطع ثلاث مستويات تقاطع ثلاث مستويات تقاطع
ثلاث مستويات. طب هنا بقى لو اديتك قيمه للار ثابته قيمه للزد ثابته للسيتا ثابته وقيمه للزد ثابته ده التقاطع ايه؟ انا عايز اعرف بقى دول التقاطع ايه؟ يعني الار تساوي كونستنت هسميه مثلا ار ده ايه؟ طالما هثبت الار يبقى هغير السيتا وغير الزد صح؟ السيتا تغير ازاي؟ صفر اتنين باي بالزد يتغير لسالب ما هي ما هي يديني ايه؟ اسطوانة؟ اسطوانة شكلها ايه؟ اسطوانة دي اسطوانة رأسية محورها محور الزد بالظبط. تخيلينها يا شباب؟ طب نص قدرها؟ اي نقطة على الاسطوانة دي بعدها عن محور الزد بكام؟ بار نقطة كده. عشان كده احيانا بيقول الار هو مش البعد عن نقطة الاصل، لا هو البعد عن محور الزد. الار هنا البعد عن ايه؟ عن محور الزد. الار هنا يا شباب البعد عن محور الزد تمام. طيب لو تاني بقى سيتا هنساوي سيتا نقطة سيتا بثابت. سيتا بثابت فاكرين لو كنا شغالين تو دايمنشن سيتا بثابت كانت عبارة عن ايه؟ شعاع كده خارج من نقطة الأصل صح؟ طب أنا سيتا ثابت وهغير إيه كمان؟ الأر وهغير الزد. في حاجة؟ لخبطتي؟ سيتا ثابت صح؟ اللي هي الزاوية اللي معاك فريق سيتا ثابت كنا بنرسمها إزاي؟ كنت بقول لك إن شعاع الأر بقى بيتغير من الصفر لحد ما لا نهاية. أي نقطة على الشعاع ده السيتا بتاعتها بنفس القيمة اللي هي سيتا نقطة صح؟ هزود فاضي بقى اللي هو الزد. الزيت كمان معاك هيتحرك من سالب من نهايه لمن نهايه ده ايه؟ حرف بلين. بلين شكله ايه؟ بلين شكله ايه يا جماعه؟ عامل يعني تخيل ضغط الباب دي انا جبتها الناحيه الثانيه ده الاكس بتاعها بتعمل زاويه مع محور اكس سيتا نقطة صح كده؟ يبقى ده عباره عن ايه؟ مش بلين هو هاف بلين نص بلين البروجيكشن بتاعه يعني شبه يعني شبه ده كده لو ده الباب هو ده البلين اللي قصدي عليه شباب بيعمل زاويه هنا كام البروجيكشن بتاعه على الاكس واي بلين يعني زاويه كام مش كده يا جماعه يبقى ده هاف بلين ويز الاكسس طلعناها ار لار سيتا الارتفاع بتاعها اللي هو ايه؟ اللي هو دي زد.
انت عايز تعرف دلوقتي الدي في اللي هي دي اكس دي دي زد، دي في اللي هي دي اكس دي واي دي زد عباره عن جاكوبيان في ايه شباب؟ الدي زد دي ار دي سي صح؟ تقسم الجاكوبيان بقى من ايه؟ محدد 3 في 3 فاكرينه؟ الجاكوبيان خدناه المره اللي فاتت هيبقى 3 في 3 مش كده؟ هيطلع بكام؟ هيطلع ب 4. فلما تحسبها جاكوبيان لما تعملها كده تبقى هتجيبها لاما اي حاجه من الثلاثه باي مشتركه تمام كده مساله مش قد ايه بس ده لا مش ده جاكوبيان ده مش ده مساله بس فيها طلبات كتير بقى تلم كل الافكار يبقى حلوه الامتحان زي واحد
هي الواي الموجبه اللي تحت هي الواي السالبه، يبقى هنا الواي ما بين ايه؟ سالب الجذر وايه؟ موجب الجذر. الجذر كام بقى؟ واحد ناقص، وهنا برضه نفس الكلام. اي مشكله؟ طيب بعد كده بيقول الاكس بقى، الاكس لازم تكون ما بين سالبتين. السالبتين دول ايه؟ كان عملت ايه؟ كان مسكت دي كان مشتهى على بعضها كده، بقت خط. الخط ده حدوده من كام لكام؟ سالب واحد لكام؟ لواحد. طب ده عباره عن ايه بقى؟ يبقى لو عايز اوصفها بالكارتيزيان، يبقى بنسميه اللوكس او المحل الهندسي للنقطه اللي اكسها اكس وواي وزد، بحيث الزد تكون ما بين السطحين دول والواي ما بين التربيت دول، وكده من الاكس ما بين السبتين. ماشي يا شباب؟ يعني ممكن اكتبها كده، الاي هتساوي كل نقط اكس وواي وزد بحيث الحاجه الثلاثه دول. ده يديك اي نقطه على الحجم ده، يوصف اي نقطه على الحجم ده، بره السطح جوه هنا 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 هنا، اي نقطه تحقق الثلاثه دول. مفهوم؟ مفهوم يا جماعه؟ طيب لو عايز بقى يحسبها بايه؟ بالسلك ديركت. برضه هشتغل برضه زيت ايه؟ زيت سيمبل، لكن الزيت لازم تكون ايه؟ ما بين الار ما بين سطحين، بس السطحين دول دول في الار والسيتا. طب اعرفهم ازاي؟ من هنا حول ده بس الار والسيتا، شيل اكس وحط مكانها ايه؟ ار كوزاين سيتا، وشيل واي وحط مكانها ار كوزاين سيتا. ده يديك ايه؟ وده بكام؟ واحد زي ما هو. زي المشكله في ده؟ زي ما هي يعني ايه؟ هو انا قلت زي ما هي؟ زد يكون زد. انت هتكملي بالنسبه للزد هنا صح؟ في السنجاري صح؟ يبقى لازم الزيت يكون دوالي ايه في الار والسي صح؟ احنا قلنا كده. لو انت هتكملي اول حاجه بالنسبه للزيت، لازم الحدود عندك سطحين، السطحين دول يكونوا دوالي في ايه؟ في المتغيرين الباقيين. الباقيين كانوا ايه؟ ار والسي. تمام كده؟ طيب يبقى الزيت كلها ايه يا شباب؟ دي الداله الاولانيه اهي، او ده السطح الاول بس كداله في الار والسي، ده السطح الثاني كداله في الار والسي بس. طب بعد كده هوصف بقى حدود المنطقه دي، هي دي دي صح؟ مش هوصفها بايه بقى؟ بار وسي. ار وسي طبعا دايره كذا نقطه بسط، يبقى خلاص ار من كام وكام؟ 0 و 1 سيتا بس كده. ويبقى ده الاي، ويبقى ده الاي اللي هي كل نقط احتياجاتها كده يا شباب، احتياجاتها ار وسيتا وكام؟ وزد، بحيث الار والسيتا والزد بيحقق الثلاثه. مفهوم؟ مفهوم يا جماعه؟ طب بعد كده نعمل ايه بقى؟ هو طالب مني ان انا احسب حجم الكون ده. طب ازاي احسب حجم الكون؟ ده التربيع الوحيد على التربل، مش الوحيد قوي يعني، هو الحجم وكمان السنترويد او السنتر اوف ماس. لو عايز احسب الحجم احسبه ازاي؟ يبقى كامل على الحجم ايه ده اللي انا هكملها؟ واحد في بي بالظبط كده. اعرف الداله اللي جوه بتعبر عن ايه؟ هنجمعها هيديني ايه؟ اكيد تجمعها من نفس النوع. هنا بكامل ايه؟ بكامل حبوب، يبقى تجمعها هيديني حجم ايه؟ الحجم السوليد ده، حجم الكون ده. طب عايزه كامل ده يا شباب؟ قال لي استخدم السلندريكال، هو اللي قال ماشي كده؟ طب اعمل ايه بقى؟ طالما سلندريكال اهو سهل بقى، ده اللي هو ايه بقى؟ دي بي احطها ايه؟ دي ار الزد، دي ار دي سيتا، حدود الزد من ار لواحد، حدود الار صفر لواحد، حدود السيتا بس كده. وطلع ايه؟ وطلع الحجم. طبعا حجم الكون معروف، باي على كام؟ حجم الكون معروف لو باي على 3 صح يا جماعه؟ ايوه. طبعا. وهيبقى في 3 و 3 و 1.
الكلة هتبقى هيبقى معايا الخطين اللي هو هيبقى المستوى اللي فوق ناقص المستوى اللي تحت. المستوى المستوى اللي تحت ده هجيب المعادله بتاعته اللي معايا نقطه صفر صفر وصفر، والنقطه الثانيه اللي هي التقاطع مع الدايره كده هجيب نقطه تقاطع في الجزء الموجب من الواي وتقاطع في الجزء السالب من الواي وكده اشتغلها تبقى معايا معايا الدال واحد ناقص واس يا جماعه كل واحد يفكر مع نفسه بيعملها كده بالراحه بيطلعلي نفسي ايه نفسي الحاجه انا فعلا نازله مساله في التمرين بقول لك احسب الحاجه استخدام التكامل السنوي حليتوها اخر سؤال في الريبورت فانت هتعملها بقى مرتين دلوقتي هيبقى عندك ايه تكامل سنوي وتكامل ايه ثلاثي فتعملها بالاثنين وهنا برضو دي نفس الكلام زي ما باشمهندس ايوه عندنا ايه يا باشمهندس ده كام واي على كام واي على Gracias.
السيكوال ده. طالما في محور تماثل اكيد مبدا الثقه يقع عليه صح. طالما في الكثافه كمان ايه هوموجينيوس يبقى هيقع عليه. هيقع على محور ايه بقى؟ محور زد. بس انت لو خدت بقى زيته كام؟ زيرو نقول بقى زيرو وزد زد بار. طب الزد بار عباره عن ايه بقى؟ فاكرين الزد بار كان عباره عن ايه في الدبل؟ الدبل عباره عن ايه؟ المقام عباره عن ايه؟ تكامل اللي هو الرو دي بي. الرو دي بي كنت كامل على الحجم. طب البسط هزود ايه؟ طالما انا زد بتكامل زد الرو دي بي وكامل على نفس الحجم. فاكرين يا جماعه لو كان ده اكس بار كان يبقى اكس واي يبقى واي وهكذا. طيب هنا الرو ثابته صح؟ هتخرج بره ايه؟ بره التكامل. شال البسط والمقام فيديه ده القانون بتاعه. طب اللي تحت ده مش انا حسبته قبل كده؟ طلع بقى على 3 يبقى فاضل ايه بس؟ احسب اللي فوق بنفس الحسابات. دوت عباره عن ايه يا شباب؟ تكامل الزد اشيل الزد واحط مكانها ايه؟ دي بي واحط مكانها ايه؟ احط مكانها ار زد ار دي سي وحدود الزد نفس الحدود بالظبط. الزد بايه؟ بار زد واحد وهنا الار من صفر واحد وهنا السيتا من صفر لاثنين فوق. نفس الحدود نفس كل حاجه مش هتتعب في حسابات ثانيه مش هتفكر. ده زي ده بالظبط بس الداله اللي انا هكملها ايه؟ هي الزد. وهنا الداله كام؟ هنا الداله واحد وانا اصلا كملتها قبل كده. مفهوم يا جماعه؟ فهيطلع ده كام؟ هيطلع ده معاك ب باي على الاربعه. تكامل اهو اهو هيطلع باي على الاربعه. يبقى الزد بار بكام بقى؟ عبارة عن ايه؟ باي على اربعة واقسمها على ايه؟ على باي على ثلاثة هيطلع بكام يا شباب؟ كام؟ ثلاثة على اربعة. يبقى السنتر اوف ماس عبارة عن ايه؟ صفر وصفر كام يا شباب؟ ثلاثة على اربعة. نلاحظ ده القانون اللي بحسب منه السنترويد. هو نفسه اللي بحسب منه السنتر اوف ماس ده امتى يا شباب؟ ده امتى؟ لو انا شغاله كونستانت دينستي يبقى الزد بار هو نفس الزد كام؟ دوت عباره عن ايه؟ سنترويد. عشان لو قال لك احسب السنترويد يبقى عارف السنترويد ده القانون بتاعه. لو قال لك احسب بقى السنتر اوف ماس هتزود ايه؟ كثافه هنا وكثافه هنا. رو بس عشان الرو ثابته دول من فوق ومن تحت ويصبح ايه؟ القانون اللي بحسب منه السنتر اوف ماس هو نفسه قانون السنترويد. مفهوم يا جماعه؟